السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عمسيلة لنقف على المشروع نتاع مركز الأمومة الطفولة الذي يقع ببلدية بوسعادة إذن بولاية المسيلة، واللي هذا المشروع انتهت الأشغال به والآن يعرف عملية تاع التجهيز قبل الافتتاح في الأيام القليلة القادمة. إذن نترككم تتعرفون عن هذا المكسب الجديد، المكسب الصحي الجديد بإذن بلدية بوسعادة بولاية المسيلة. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.